هو طبعا ما فيش دولة بتنجح في أي قطاع مش اقتصادي بس إذا لم تكون دولة مؤسسات. يعني رئيس الجمهورية له دوره حتى في النظام الرئاسي، لكن بالنسبة للأمور المرتبطة بالعملة وبالنقد والسياسة المالية والنقدية هو البنك المركزي. تمام. فعدم حيادية البنك المركزي بمعنى أنه تم تسييس البنك المركزي، وتسييس البنك المركزي يعني أنه هناك معلومات أو تعليمات من رئيس الجمهورية للبنك المركزي بالحفاظ على قيمة الليرة التركية أمام الدولار أو أمام العملات الرئيسية في العالم بشكل معين. ده ما ينفعش. الحاجة التانية عملية زيادة أسعار الفائدة في البنوك، وده طريقة يمكن احنا نتذكر في بداية البرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر انه وصل اولا كان المتحكم في إدارة هذا الملف بنسبة 100% هو البنك المركزي المصري، وان وصل بسعر الفايدة الى 20%، وان ده كان له نتائج إيجابية ان الناس حولت مدخراتها الى العملة المحلية ووضعتها في أوعية ادخارية، وكان قرار صائب لان الكلام ده حصل منذ ما يقرب من 3 سنوات. والنهاردة لو حسبنا 20% سنويا وان الدولار انخفض من وقتها لغاية دلوقتي، احنا كان وصلنا ل 20 جنيه تقريبا دلوقتي ل 17 وشوية، وبالتالي المثل المصري اللي بيقول اد العيش لخبازينه ان كل ما هو مرتبط بالسياسه الماليه والنقديه يجب الا يتم الا من خلال البنك المركزي، وخاصه ان في مجموعه من الخبراء يدرسون كل الملفات. اما تسييس السياسه النقديه او قرارات البنك المركزي او اي قطاع اخر من خلال ان ده يكون تعليمات جايه من رئيس الدوله، وده اللي بيحصل في تركيا بشكل دائم في كل القطاعات، هو ده اللي بيمثل الخراب الحقيقي للدولة في القطاع. لأن النهاردة لما انهيار الليرة التركية هيجي عليه حضرتك يعني في التقرير، وزي ما احنا كلنا عارفين ان كل المستثمرين الآن في تركيا بيصفوا الاستثمارات بتاعتهم بأسرع ما يمكن حتى لو بخسارة.